بس لا تخبي فرجيني لشوي. والله لرجال بركة يا أبو الرود. أهلا وسهلا. الله يخليك يسلمك. الله يرضى عليك. سلم عليك يا أبو. الله يسلمك يا أمي. والله ما يدري عمك أبو محروس إنك أنت هون لا يطير عقله من الفرح. أدعي له أمي. لا 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 أدعي له. خلص أنا هلأ بس خلص بمرق بسلم عليك. ماشي. شو بتخبري يا مرت عمي؟ آخ والله أبدا يا أمي ما في شيء. أنت شو أخبارك؟ أنا عندي أخبار. اليوم جايب لك مصاري مشان تبلشي الجازة هيك. ولا في اعتراض؟ فيك البركة يا ابني، بس المشكلة إنه بس شو مرت عمي؟ خايفة أخوك أبو منير يعمل لك مشاكل. أخي فارس مو شريك حياتي يا مرت عمي. أنا اخترت هيفاء وكاتب كتابي عليها. أنا رح أعزمه على العرس. إجا كان به، ما إجا يصطفل. حكالي عمك أبو محروس، قال مرق من قدامه وضل ساعة عم يتزوره. بقى طول بالك عليها اليومين، بلكي إن شاء الله هيك بيهدى شوي وبيحن قلبه عليك. مرت عمي كلمة وما رح أعيدها، فارس ما له علاقة بحياتي، وهيفاء هيفاء أنا بحبها واخترتها وما رح أتخلى عنها لو بتطبق السما على الأرض. طيب روح حاكي شوفوا بركي هيك قلبه بيحن علينا. لك يا هيفاء فارس مخه أقسى من الصخر أخي وبعرفه. وكمان مرة كرمالي. وكمان مرة كرمالي. شايفة مرت عمي عم تتدلل علي من هلا. إيه حقه ولا مو حقه؟ إيه والله حقه. حقه ونص. مرت عمي عيني هاي 100,000. اشتري لها شوية أغراض. إيه أنا لازم أطلع أشوف المتعهد، يمكن يكون خلص بلاطه صحية. إذا هيك منحدد فورا موعد العرس. الله يرزقك يا أمي. هيفاء بدك شي؟ لسه ما شفتك. بس اقعد اشرب شاي. خلص المرة الجاي، المرة الجاي رح طول كتير والله. اي ما شفناك منيح لسه. والله عندي شغل الدنيا كله يا مرت عمي. الله يعطيك العافية. لك الله يخلينا اياك يا مرت عمي. لا لا ما بتقومي. قريت؟ قريت. وراح اقرا لسه مليون مره كرمال هالعيون الحلوه. لك ان شاء الله بتقبريني. بعيد الشر. باي. مش هيك يومين وراء الارض بيكونوا عند المحامي. لك يا فارس يا حبيبي يا عيوني، اذا ما لحقت هالقافله راحت القصة 6 شهور تانيات. أنا ما دخلني عم قلك. ها أعوذ بالله منك يا رجل، بس 25,000 دولار كتير لك عصفور ما هي؟ من وين لوين كتير لك فارس؟ من وين لوين كتير؟ بعدين لا تنسى أنه أنتوا 7 أشخاص شبنا. خلص لك خيو خلص، يومين إن شاء الله وكل شي بكون جاهز. أي مثل ما بدك، وبس تصير جاهز خبرني. مشي. سلام. الله معك. ما في تفضل. انت تفضلت ومش الحال مثل شيخ الشباب يا اخوي الصغير. رح تبلش قدام الباب؟ فوت لنبلش جوا. فوت. رجعت لعقلك؟ ليش امتى تركته لارجع له؟ كان عليش جاي لهون. جاي أسلم على أخوي. أنا ما قلت لك رجلك ما بتدوس هذا البيت قبل ما تفك خطبتك من بنت أبو محروس. أبو منير أنا جاي لعندك فايت بيتك وأنا أخوك، ولا نسيت؟ لا ما نسيت، بس الظاهر أنت نسيت أني أنا أخوك الكبير وأدوس على راسك كمان. وأنا ما قلت شي. لا أنت ما قلت شي بنو، أنت أصلاً عامل شي من الأساس غير إنك قررت من راسك وطلبت واحدة مشلولة وعاجزة.
شو ضايقت على الخانم يا ابو منير؟ حرام عليك تحكي هيك على هيفاء، هاي الشغلة من الله. هسا لا تعمل لي فيها امام جامع وصاحب اخلاق، لك 100 وحده بتتمناك غيرها. وانا اخترت هاي، هاي حياتي يا اخوي. لا مو حياتك، انت لازم تفكر لقدام. وشو القدام تبعك؟ حياتك، اولادك. لك فهمني شلون ممكن تعيش مع واحدة لا فيها تطبخ ولا تكنس ولا تربي اولاد؟ قل لي شلون. انا راضي، انت ايش دخلك؟ انا شو دخلني؟ انت طول عمرك قليل ادب وطويل لسان. لا انا لا لساني طويل ولا قليل ادب، انت اللي راسك تنح. انت بتضربني يا كلب. لك أخي ب20,000 بدك تجيب أواعي؟ لك يا زيد لازمنا أواعي، لك لازمنا أواعي، بدنا نشتري أغراض مشان السفرة. وكيف بدنا ندبر بقية المصاري؟ لك يا أخي شو كيف بدنا ندبر؟ بنشتغل بنشتغل إلا الله ما يفرجها معنا. أنا ما رح أشتغل وما رح أطلع من البيت كمان. زيد مشان الله لا تشتشني، أنا اللي فيني مكفيني. لك يا أخي نحن إذا قعدنا بلا شغل حتى المصاري اللي معنا بدهم ينصرفوا. خلص مثل ما بدك يا رب. لوين؟ لك شو اللي لوين؟ على الفرن، بدنا نتسبب بدنا نشتغل. شو كنا عم نحكي؟ وينك؟ حاكين المساء مشان ننزل على السوق نشتري اواعي. ماشي سلام. نعم بالدين؟ عمي نحن بطلنا الدين. تفضل اقرا شو مكتوب هون. اليوم نقدا غدا بالدين. يعني اجي بكره؟ حتى لو جيت بكره رح تلاقي نفس الكلام. اسف. لا حول ولا قوة. لا حول ولا استفدنا. ما تستفيد، بكره جيب معك عمله كل المحل على حسابك. لا حول ولا قوه. اي والله لا حول ولا قوه الا بالله. شو بدنا نعمل؟ الله يكون بالعون. ها اجا ابو نظام. والله عندك لو سمحت. يلا بابا تفضل. الحمد لله على السلامة يا أبو نظام. الله يسلمك. إن شاء الله ما طلع معك شيء بالفحوصة. لا الحمد لله أموره بخير عمو. علا أنا لقيت لك شغل، تعي لعندي على المحل أعطيك العنوان. عن جد عمو؟ يسلمون كثير، أنا شوي بجي لعندي. شكرا. شافي الله يا أبو نظام، طول بالك طول بالك. أبوك طلع معه ذاك المره.